لسه مكملين كلامنا عن الحكومة الجديدة، الشارع المصري عايز منها ايه؟ هي اهم الملفات اللي السيد الرئيس كلف الحكومة الجديدة بالعمل عليها بشكل مباشر. خلينا نرحب دلوقتي بضيفنا على الهواء مباشرة، الكاتب الصحفي احمد ناجي امحه، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، هيكلمنا عن كل هذه المحاور. صباح الخير على حضرتك، وبعد التحية يعني المطلوب من الحكومة الجديدة ايه اللي لافت نظر حضرتك في تشكيلها؟ ايه اللي تم مراعاته في تشكيل هذه الحكومة، خاصة ان احنا في وقت الى حد ما يعتبر وقت دقيق كمان؟ صباح الخير استاذة جمانة، صباح الخير استاذ مصطفى. يعني خليني اقول ان في فلسفة وراء التغيير الذي حدث في تشكيل الحكومة. من الواضح تماما الاستجابة لخطاب التكليف الصادر من فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في 3 يونيو، اللي استغرق شهر تقريبا على بال ما جاء بالحكومة الجديدة في 3 يوليو. الفلسفة قوامها 4 عناصر رئيسية في تصوري البسيط. الأول هو أولوية بناء الإنشاء، الثاني الحوكمة الإلكترونية، الثالث مواجهة المشاكل غير المتوقعة نتيجة سياسات لم تتوافق مع الاستجابة لمتطلبات الشارع واللي تمت تحت وطأة إدارة الأزمة. ومن ثم أن احنا نيجي بسياسات جديدة تستطيع التنبؤ، تستطيع أن تتوقع الأزمات قبل حدوثها، وأن تضع السياسات الملائمة لتفاديها أو التعامل مع أثارها بصورة إيجابية. الإشكالية كانت كبيرة قدام الحكومات الماضية أن هي كانت بتدير الأزمة، الأزمة بتحصل وسط عمل مخطط بتربك هذه الحسابات، وده يمكن الأجبع عليه كل المحللين أن احنا كنا بنبقى ماشيين في مسار طبيعي، في مسار تنموي واضح، وتأتي الأزمات المتلاحقة لكي تؤثر على هذا التطور الجاري في عملية التنمية المصرية الشاملة. كل اللي فات ده زي ما قلنا مرتبط بالإنسان المصري اللي هو في النهاية هو جوهر الأمن القومي، ومن هنا تيجي حماية الأمن القومي المصري بمفهومه الشامل. حماية الأمن القومي المصري بمفهومه الشامل مبتغاه النهائي تحقيق الرفاهية وتحقيق المستوى المأمول من التنمية التي يجب أن يتمتع بها المواطن المصري الذي يعيش على الأرض المصري. العناصر دي هي اللي كانت حاكمة تقريبا في فلسفة التغيير. علشان كده التغيير جاء بمجموعة من الأسماء لهم كل التقدير والاحترام اللي تبوأوا وزارات بعينها لهم تجارب ناجحة في القطاع الخاص. وهنا لازم نقول ان هيعترضهم امرين في غاية الاهمية. الامر الاول يتعلق بالبيروقراطية المصرية العتيقة، وده امر يمثل تهديدا كبيرا ليهم. الامر الثاني يتعلق بمنظومة التشريعات والقوانين، حزم التشريعات والقوانين الموجودة واللي بتكبل كثيرا هذا التوجه نحو دعم القطاع الخاص. طبعا من هنا تيجي أهمية تانية، ان احنا لازم يبقى في فلسفة التغيير دي يبقى هناك دعم كامل لمجموعة حزم تشريعية جديدة تتعامل مع القطاع الخاص وتتخلص من القوانين المقيدة ليه، وده أمر حل جدا أمام الحكومة وأمام مجلس النواب، ينبغي أن يتم التعاون بين الجميع. الأمر الثاني المهم دعم القطاعات الإنتاجية الرئيسية سواء الزراعة أو الصناعة أو الاستثمار. ليه؟ لأن احنا لازم نحل المشاكل اللي المواطن بيعاني منها. المواطن في كثير من اللقاءات الحوارية اللي استمعنا ليها دايما كان بيتكلم على الارتفاع من الأسعار، دايما بيتكلم على معاناته من التضخم. محتاجين ضبط أسواق، وضبط أسواق يأتي بحسابات اقتصادية دقيقة جدا تراعي المتغيرات والضغوطات الإقليمية والعالمية على الاقتصاد المصري وتعمل بجدية لتحقيق هذا الهدف. طب برأيك يعني أستاذ أحمد، ماذا يحتاج ملف الصناعة بالتحديد يعني بصفته أولوية مهمة وبصفته تم وضع لي منصب أو استحداث منصب نائب لرئيس مجلس الوزراء، ماذا يحتاج ملف الصناعة من
يعني توصيات أو من اقتراحات أو من أفكار خارج الصندوق حتى يلبي طموحات الشارع المصري وحتى يكون مصدر للعملة الصعبة للبلاد؟ يمكن أنا كنت بستمع مع حضرتك لما ذكره دكتور محمد أمين من تفصيلات حوالين المناطق الصناعية والمشروعات القومية اللي تم تأسيسها في العديد من المحافظات في قطاعات صناعية مختلفة ولم تؤتي بثمارها المرجو، هي موجودة على الأرض لكن لم تحقق الأهداف المرجوة. طيب أنت قطاع صناعة وأنت دولة بتهدف إلى زيادة الصادرات، دولة بتهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات، أنت محتاج رقم واحد تسهيل إجراءات الاستثمار، بمعنى أنك لازم تخلق بيئة مشجعة تنافسية للمستثمرين سواء المحليين أو المستثمرين الأجانب. الأمر ده هيسهل كثيرا من جذب هذه الاستثمارات لهذا القطاع، وهذا الأمر يتطلب حزم شديد جدا وقدرة على التعامل بجدية مطلوبة مع القائمين على إدارة هذه التصريحات التي تخلق البيئة المشجعة. محتاج حزم وشدة في التعامل مع الجهاز الإداري العقيق. يمكن أنا استمعت برضو إلى ضرب أمثلة بمجموعة من الشركات المصرية اللي كانت صلب وعمود القطاع الصناعي المصري في لحظة من اللحظات، ووفرت الدعم الكامل الغذائي للشعب المصري سواء قنا قها أو إدفينا. أنت محتاج هنا إعادة يعني إعادة التعامل معها وفقا لمتطلبات السوق، وحيادة إحياء هذه الأسماء مع خلق مشروعات جديدة على نفس المستوى الإنتاج الصناعي، لأنك أنت محتاج أن تقدم ما ينافس في السوق، ومحتاج شخصية تستطيع أن تدير هذه الملفات بالحزم اللازم الذي يتلاقى والطموحات اللي صادرة في أمر التكليف الرئاسي للحكومة. دعم الصناعة والتجارة أو الصناعة بالتحديد كمان ده هيخلق الفرص وهيوفر الآليات اللي مؤكد آتي بها الوزير الفريق كامل الوزير لهذا المنصب علشان يستطيع أن يتغلب على هذه العقبات، عقبات روتينية، عقبات بيروقراطية تسهل كثيرا من جذب الاستثمارات اللي احنا في أمس الحاجة ليها من أجل زيادة الحصة المصرية والحصول على النصيب العادل من القيمة الاستثمارية العالمية. ويمكن آخر حاجة حصلت في هذا القطار وتدعم كثيرا توجهات الدولة المصرية وتقوي من ثقتنا كثيرا في الاقتصاد المصري، هذا المؤتمر الاستثماري الذي انعقد بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي واللي أسفر عن ضخ ما يقرب من 40 مليار يورو و 25 مليون يورو، 40 مليار يورو استثمار مباشر في العديد من المشروعات الصناعية والمشروعات الإنتاجية. أيوة. ومعظمها يتلاقى مع المتطلبات البيئية الهامة جدا في المرحلة القادمة. صحيح. وبالتالي احنا يهمنا ان احنا نحصل على هذا الأمر، ولازم نتفهم انه مفيش منظمه دوليه ولا دوله كبرى هتاتي لتستثمر وتضخ كل هذه الاموال الا لو لديها ثقه كبيره في طبعا الصدر. بكل تاكيد. صحيح. نشكر حضرتك، شكرا جزيلا الكاتب الصحفي احمد ناجي امحى رئيس تحرير مجله السياسه الدوليه، شكرا لحضرتك يا فندم.